حد بيقول بعد إذن حضرتك، أنا ابني 16 سنة ومش بياكل خالص، ملوش نفس، ممكن ياكل وجبة كل 24 ساعة، ممكن فاتح شهية ومكمل غذائي لأنه ضعيف جدا، وللعلم عملت تحاليل ما عندوش غير نقص فيتامين دي، وكان بياخد حقنة كل أسبوع وضيع الروشتة ومعرفش اسم الحقنة. هي عادة هتبقى ديفارول اس، ممكن ياخدها حتى كل 3 اسابيع مفيش مشكله، وياخد حاجه زي فيتامين د، ده فاليندي مثلا قرص واحد يوميا، ده بالنسبه لفيتامين د. الترياكتين اقراص اللي هو بتاع الحساسيه مامون جدا، لو استعمله نص قرص قبل الغداء ونص قرص قبل العشاء، ده هيفتح شهيته مع حاجه للهضم زي دايجستين اقراص قرص قبل الاكل 3 مرات. وفي اكياس بودره احماض امينيه ممكن تزود وزنه زي الجروس فورميولا او انشور لبن، معلقه في كوبايه لبن 3 مرات في اليوم، ده هتظبط الموضوع معاه. مع الاهتمام بقى بالاكل اللي هو ممكن كميته بسيطه وسعراته الحراريه عاليه زي المكسرات مثلا، مكسرات من افضل الحاجات، او يعمل الخلطه اللي احنا كنا قلناها، عسل نحل مع رويال جيلي، غذاء ملكات النحل، 50 جرام رويال جيلي على كيلو عسل نحل مع شويه مكسرات، ويخلطهم مع بعض كده وياخد معلقه 3 مرات، هتظبط معاه جامد في موضوع الوزن. تمام.